من بعد ساعتين يطلع. دابا وصلنا اعلى نقطه باش نوصل للدوار اللي خصنا نهبطوا. بقات لينا قولوا واحد الساعه تقريبا. ساعة الدوار راه ما بعيدش ولكن التعمارة لي صعيبة شوية. دابا وصلنا الدريجات ومن بعد الدريجات غيبان لينا الدوار. الدريجات ركابي من بعد ما كتريني رجلين نهار اثنين وكيجيوك الكوباتور وكنتي كطلع مع عبد الرحمن الجبل. شنو هي الكوباتور بالعربية؟ والله ما عرفت. هما الكوباتورات هما آلام ما بعد المجهود العضلي. حسن مابقاش كيهضر مشات ليه الإنرجي. قلتي لي مابقاش دابا وحبست راسي وقال لك مابقاش كيهضر. ها نسترحوا شويه اصلا ما بقى والو بقى نوصلوا الدوار. ها هو كيبان وصلنا دابا الدوار. هاد الناس هادو الله يحسن عوانهم تخيل دابا كل يومين كيطلعوا مع هاد الجبل في العيالات. العيالات اللي صعيبة عليهم كيزيد تقل على دارهم كيجيو وحنا وصعيب علينا بين القوسين بين القوسين الشباب الصراحة شباب نسيطر على بين القوسين الشباب شرفنا هرمنا. يا سلام 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 يا س